بحثات كتيرة علشان نعمل هذا الكلام. أنا بقول له دبلومة استراتيجية لمدة 6 أشهر أو عام، يعتبر عام، عشان ولادنا دول يطلعوا مديرين مدارس يقودوا التغيير ويصنعوا الكتلة الحالية. ده الحقيقة بالنسبة للكلام ده كله. رخصة طبعا مزاولة المهنة ولائحة الانضباط اللي بشار طبيب مين؟ اللي بشار في الطب أصلا؟ طبيب؟ اللي بشار في المحاماة؟ محام؟ لما اللي بشار في التعليم؟ ده كلام مش كويس. ما هي ده كرامتك ووضع تيجي ازاي؟ محدش يعرف يشتغل غيرك الا انت معاك. فهنعمل رخصة مزاولة المهنة ان شاء الله، ودي واحدة في